مش عارف اقول ايه. انا اسمي ماركو اشبن لا كده عربه. انا في المانيا اديلي 7 سنين. اشتغلت في شركه سيارات تكييفات سيارات وانت يعني بس ليش نغزاك. انا عندي 22 سنه. ايه كمان عايش لوحدي هنا. ما بقول كفايه كده عشان انا هعرق كده. انا اسف كنت هكمل. Es tut mir leid, ich werde es nie wieder machen. أنا كان بس عندي سؤال أقول لك على حاجة. هو ليه شكل الأجانب شكلهم حلو عن المصريين؟ العلاقة مش بيا أنا، شكلي الصوماليين أحسن مني. بس أنا أقول لك على حاجة، دي يرجع للأخوة الفراعنة زمان. كانت أي بنت تيجي حلوة يرموها لك في النهر والدنيا دي. أي بنت تيجي حلوة يرموها لك في النهر. فإيه السلالة كبرت بقى وجينا إحنا المصريين شكلنا كده، الأجانب بيضحكوا علينا. بس أنا كده بهزر معاك يعني، الكلام ده ما تاخدوش على قلبك ولا أي حاجة، الكلام ده بس هزار. بس كده. ألو؟ ها بوليس؟ في واحد ميت هنا. أيوه تعالوا، مش عارفين مين اللي موته. في المانيا في الشارع العموم جنب بتاع اللب. بس خلاص كده. سامحني يا بونا، حركت الطاحونه يا بونا، حركتها يا بونا، كحه بهدلت صدري يا بونا. بس كده. يا عم ده وقتك، انت عايز انت كمان. ما تقولش انا ما تركتش حاجه وتقول ده ابدا. كل شوية رن، كل شوية رن. تاني، انت عايز ايه بقى؟ حبيبي والله كنت لسه هرن عليك. معلش انا عارف طبعا انك بتقول بعد بعضيها، عندك وقت؟ يا معلم اتفضل معاك. معلش انا عملت حادثة بالعربية وكده ممكن احتاج يعني مساعدة منك. يا جدع انت بتهزر؟ لا طب انت حصل لك ايه؟ انا سليم الحمد لله. طب والعربية؟ العربية كل حاجة فيها سليمة بس لوحدها. طب اتبلمها انت بقى على ما. ان شاء الله. طب والمهم انا مش عارف ايه حوار الحدوثات ده معاكم. معانا؟ ليه وقعت معاك؟ وسابك احنا عمل حادثه يا عم. والله؟ والله. ازاي؟ كنا واقفين على الاشاره مره وبيقول لي شغل اغاني، وشغل الاغاني عادي ومره واحده طلع ما قدرتش غير عربيه ثانيه لابسه فيه. والله بكلمك جد. طب وانت تمام؟ لا لا الحمد لله كل حاجه تمام. والعربيه؟ والله كله سليم بس كل حاجه لوحدها. المهم كنت هحتاج عربيتك للشغل وكده يعني الفتره دي. انا ما قلتلكش بقى. العربيه بتاعتي باظت. ايه الصحبه الفجر دي؟ انا برد عليك ليه اصلا؟ يا سلام شوف حد تاني. يا عم سلام ابو توجل دم امك. لا غاليغو؟ انت جبت لا غاليغو دي منين؟ انت عندك دكتوراه في اللاغاليغو؟ طب تعرفه؟ كل واحد لازم يخلي باله من اللاغاليغو، كل واحد يخلي باله من اللاغاليغو لان اللاغاليغو دي اللغلوغ الواحد ب 13 جنيه واحنا ما معناش فلوس. مش عارف هنجيب المره الجايه، انا لما اجي المدرسه اسيب لاغاليغي في البيت واجي هنا لوحدي. انا ابويا كان واقف قدام الجمعيه جاب لنا 4 لاغاليغ، عملنا 2 بالفريق و2 من غير فريق. مين اللي بيرن؟ نمسك نشوف. افتكرته. الو؟ ايه يا صاحبي؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ انا الحمد لله كله تمام زي الفل. الحمد لله انا الدنيا تمام زي ما الفل معايا. انا فين؟ في المانيا. ما انت عارف صح؟ مش قلت لك؟ ايوه الحمد لله والشغل ماشي زي الفل وكله تمام. ايه بتقول ايه؟ هو انا بقبض كام في الشهر؟ لا يا عم يعني حاجه بسيطه كده، المرتبات عاديه زي الناس وكده. انت سمعت كام؟
الواحد بيقبض 5000 في الشهر؟ لا يا راجل، ده انت تعرف الشغل احنا عندنا ايه؟ احنا بنزرع شجر فلوس هنا وكده وبنلقطهم من الشجر وبتاع، ويعني الحياه ايزي خالص. انت كنت عايز لابتوب وكده؟ يا عم الحياه دي مرميه عندنا في الشارع. ايوه صح، انت عارف الموضوع ده صح؟ ده انا حتى التليفون اللي معايا ده يا راجل لقيته، كان مش عارف واحد كده الماني كان رميه على الشارع. ايوه صح. لا كل المعلومات اللي انت سامعها على اوروبا دي فعلا هي حقيقي. صح كلامك صحيح. ايوه ياما. لا ده انا جبت تليفون حلو جديد. ده انا جبت تليفون اسمه ايفون. ايوه. طب ما يعرف الكورونا من على بعد على بعد كيلو. ايوه. قلت ايه ياما؟ الدقيق شاحح؟ عايزين فلوس يعني. ايوه. الو التليفون بيقطع ياما، لو سمعني بيرن عليا مرة تاني لو عايزين فلوس. ماشي يلا. اتكلم يا ابني. اتكلم. اقول يا باشا والله ما عملت حاجه. قول لي بقى يا ابني، مش عايز تتكلم؟ اتكلم. قول لي يا ابني، ما عملتش حاجة. بص يا ابني، وعهد الله تتكلم. والله ما عملت حاجة. أنا عندي رجالة في الحجز هيكلموك يالا. في الحجز ازاي؟ أنا اللي أروح الحجز مش هم. بص ياض. قول لي إيه؟ بص ياض، أنا أقول لك كلمتين. اللي يخش هنا عندي لازم يتكلم. عارف ليه؟ ليه يا باشا؟ تدخن؟ لا يا باشا عيب. ماشي. شوف بقى، انا اجيب معاك من الاخر. اتفضل سيد. انا هعمل معاك اتفاق. اتفضل سيد. انت هتقول على الرجال اللي شغال معاهم وانا اطلعك من الموضوع ده. هو انا شغال يا باشا؟ انت هتسعى عليا انا ما عملتش حاجه والله يا باشا. مش عارف تقدر تتكلم عن ايه.